أعزائي المشاهدين، مساء الخير. تميز طقس هذا اليوم بسحب كثيفة بالجنوب الشرقي مع أمطار ضعيفة، حيث كانت محليا رعدية وبعض السحب ببقية المناطق، والحرارة القصوى تراوحت بين 24 و 28 درجة بالمناطق الساحلية، سجلنا 27 بتونس وبين 27 و 31 درجة داخل البلاد وبلغ 39 بالبرمة. بالنسبة إلى هذه الليلة، طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع بعض الأمطار تكون محليا رعدية بالجنوب الشرقي، ثم تشمل الشمال وجهة الساحل آخر الليل، والحرارة ليلا ستطرح بين 14 و 18 درجة بالشمال والوسط وبين 18 و 22 درجة بالجنوب. يوم الغد إن شاء الله يتوسط طقس مغيم على كامل البلاد مع بعض الأمطار بالشمال وبجهة الساحل ومحليا بالجنوب، والحرارة القصوى تكون في حدود 24 درجة بكل من بنزرت وتونس، 22 بقليبية، 25 بنابل، زغوان 26 درجة، باجة 27 درجة وبعض الأمطار، تبرقة 25، 28 درجة بجندوبة، 27 بالكيف، 27 بسليانة، سحب عابرة بتالا والقصرين 25 درجة، القيروان 28 درجة وبعض الأمطار، سوسة 27، 26 بالمنستير، 24 درجة بالنسبة إلى المهدية، سيدي بوزيد الحرارة القصوى تكون في حدود 27 درجة، صفاق 27، 26 بقرقنة، 26 بجربة، مدنين 29، قيف 29 درجة وبعض الأمطار، بالنسبة إلى قفصة 30 درجة، كذلك إقبيلية توزر 32، تطاوين 30 درجة، 32 درجة برمادة و 36 درجة ببرمة وبرج الخاتم. الملاحة والصيد البحري بشمال تونس تهب ريح شرقية شمالية شرقية من 20 إلى 25 عقدة، ثم تتقوى من 25 إلى 35 عقدة بعد الظهر. البحر مضطرب فتدريجيا شديد الاثيرة. خارج الحمامات وجهة الساحل، الريح شرقية جنوبية شرقية من 15 إلى 25 عقدة، تتقوى بعد الظهر من 25 إلى 35 عقدة، البحر مضطرب فاشد الاثيرة. على خليج قابس تكون الريح جنوبية شرقية من 30 إلى 40، تصل مؤقتا إلى 45 عقدة، البحر يكون شديد الاثيرة فهش. التوقعات الجوية بالنسبة إلى بعض المدن العربية والأوروبية بنواكشوط 37 درجة مع سحب كثيفة وأمطار، أغادير 26 درجة سحب قليلة، مراكش 22 درجة، 20 بالدار البيضاء مع أمطار منتظرة كذلك بالرباط، تلمسان 17 درجة سحب كثيفة مع أمطار، أمطار منتظرة بالجزائر العاصمة 18، عنابة 25 درجة سحب كثيفة مع أمطار، طقس مغيم بطرابلس 36، بنغازي سحب قليلة 26 درجة، إسكندرية طقس قليلة سحب 27، طقس صافن بالقاهرة 33 درجة، المدينة المنورة 39، طقس صافي سحب قليلة بمكة 42، الرياض 40، أبوظبي طقس صافي 39 درجة كذلك بالدوحة، الكويت طقس صافي 38، بعض السحب ببغداد 34، القدس الشريف 27 درجة مع سحب قليلة، أنقرة طقس صافن 27 درجة، سحب عابرة بإسطنبول 27 درجة، أثينا سحب قليل 33 درجة. بالنسبة إلى إيطاليا، نابولي سحب قليلة 24، باليرمو 25 درجة سحب كثيفة مع أمطار، كذلك بميلانو أمطار منتظرة 22 درجة، بروكسل سحب كثيفة مع أمطار 14 درجة، طقس مغيم بباريس مع أمطار 19 درجة، ليون سحب كثيفة مع أمطار 20، سحب كثيفة مع أمطار كذلك بتولو 17 درجة، سحب عابرة بمدريد 18 درجة، وسحب قليلة بلشبونة 20 درجة. التوقعات الجوية بالنسبة للأيام القليلة القادمة إن شاء الله، الأربعاء 22 ماي 2013، بعض السحب بأغلب الجهات مع أمطار متفرقة بالشمال الغربي، الريح من القطاع الغربي قوية من 50 إلى 70 كم في الساعة قرب السواحل، وقوية نسبيا من 30 إلى 40 كم في الساعة داخل البلاد، البحر شديد الاضطراب، والحرارة القصوى عامة بين 21 و25 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 26 و30 درجة ببقية الجهات. يوم الخميس 23 ماي 2013، بعض السحب على كامل البلاد وتكون محليا كثيفة بالجنوب، الريح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 50 كم في الساعة قرب السواحل الشمالية ومعتدلة من 15 إلى 30 كم في الساعة ببقية الجهات، البحر يشهد الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل، والحرارة في استقرار. شروق الشمس ليوم الغد سيكون في الساعة 5 صباحا و6 دقائق، والغروب سيكون في الساعة 7 مساء و26 دقيقة. أوقات الصلاة ليوم الغد الثلاثاء 21 ماي 2013 الموافق 11 رجب 1434، صلاة الصبح بداية من الساعة 3 صباحا و21 دقيقة، الظهر منتصف النهار و23 دقيقة، صلاة العصر في الساعة 4 بعد الزوال و6 دقائق، صلاة المغرب في الساعة 7 مساء و28 دقيقة، صلاة العشاء في الساعة 9 مساء و12 دقيقة. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بالموزع الصوتي موقع الويب، بعث ارساليات قصيرة على رقم 85012 او الهاتف 71 773 400. في الختام نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، وتصبحون على خير.